السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلاب، مع مصطلح جديد من مصطلحات علم الأحياء، نتعرف فيه على المثقبات والشعاعيات. المثقبات والشعاعيات كلاهما ينتمي إلى جذريات القدم. كلاهما ينتمي إلى جذريات القدم، بتلعب دور كبير جدا في تحديد عمر الصخور، أيضا في معرفة الرسوبيات وتحديد المواقع المحتملة للتنقيب عن النفط فيها. لتحديد عمر الصخور والرسوبيات وتحديد المواقع المحتملة للتنقيب عن النفط فيها، وذلك من قبل الجيولوجيون اللي بيستخدموا أحافير بقايا المثقبات. أحافير بقايا المثقبات، جزئية عندي في هذا الموضوع يا شباب، ممكن يجي عليها سؤال يقول لي: أي المخلوقات التالية الأنسب لتكوين الأحافير؟ هل البوغيات ولا الصوتيات ولا المثقبات ولا الهدبيات؟ كما تعرفنا نجد أنها المثقبات. ممكن يجي أيضا عندي السؤال في هذه الجزئية يقول لي: أي المخلوقات التالية الأنسب في تحديد عمر الصخور أو معرفة الرسوبيات أو تحديد المواقع المحتملة للتنقيب عن النفط؟ وتكون أيضا عندي الإجابة هي المثقبات. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.